حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجره رضي الله عنه فسالته عن الفديه فقال نزلت في خاصه وهي لكم عامه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع